حدثنا عن مشوارك بالتصوير الفوتوغرافي، رحلاتك وسفرك والأشياء اللي عم بتوثقها بعدستك. البداية طبيعية جدا، مثل أي مصور يبدأ بيكتشف موهبة دفينة داخله، بينتقل لطور الاحتراف شوي شوي، من خلال الاعتماد على النفس. بالنسبة لي من خلال الاعتماد على النفس بالدرجة الأولى، بمعنى أني بدأت بكاميرا متواضعة جدا وانتقلت لمرحلة احترافية شوي شوي من خلال متابعة دورات تصوير، حتى ما التزمت مع مصور معين يعني، ولكن طورت نفسي بنفسي. لاحظت انه اعمالي عم تاخذ اعجاب كبير وعم تلقى صدى سواء بالوطن العربي او حتى بالخارج يعني، ولاحظت انه في لي متابعين كثير صار، فانتقلت لمرحله الورك شوبس يعني، انتقلت اني صرت افكر اني اعمل دورات تصوير وسفر، والحمد لله توفقت بالموضوع وكمان لقيت تجاوب كبير. سافرت على مدن كثيرة، نقلت من مدن كثيرة وصورت طبيعة، صورت بورتري، صورت إذا بدك وصلت لأيسلند، رحت على دنمارك، رحت على إسبانيا، رحت على إيطاليا. إيطاليا شوية مميزة عندي لأنه فيها جمال مش طبيعي، رحت على النمسا، ألمانيا نفسها، اليونان، تركيا، صورت كثير أماكن. بس أنا بالنسبة إلي شخصيا بتضل إيطاليا شوي مميزة بالنسبة لي، بتغاوز والحمد لله مثل تفضل فيها طبيعة مختلفة شوي، فيها طبيعة غنية جدا، فيها تنوع. ومثل ما حكيت يعني أنا يعني نفسي بنفسي الحمد لله يعني، بدأت بكاميرا متواضعة والحمد لله وصلت للي وصلت له من خلال متابعة دروس ودورات. حلو، الحمد لله رب العالمين، راضي عن نفسي لهلا. رائع طبعا. لأي شخص بيطلع على صورك، ونحن هلا عم نستعرض صور المصور الفوتوغرافي باسم اليوسف، واي شخص بيروح على انستغرام بيشوف باسم اليوسف او على مواقع التواصل الاجتماعي بنلاقي الصور في لها روح معين، يعني دائما في سحر بالاضاءه، اللي انا شخصيا هيك متذوق للصور راسا لقيت انه في دائما سحر للاضاءه معينه، سواء صور الخريف اللي كمان شوي اكيد رح ناخذ منها صور ايطاليا زي ما عم نشوف. فحدثنا اكثر، هل بيكون في عندك انت رؤية معينة لما بتصور أو ثيم معين بتحب يكون موجود بكل صورك؟ أكيد أكيد. شوف، هو التصوير ضوء، هو التصوير بالأساس ضوء. الفكرة أنه في أماكن مثلا أنا ممكن أروح أصورها في 100 مصور مصورة يعني غيري، الفكرة أنك تخرجي بشيء مختلف يعني، مثلا جبال الألب مثلا كثير مصورين صوروها، الفكرة أنك تلاقي زاوية معينة أو أنك تخرجي بعمل مختلف عن الآخرين. فمن من هاي الشغلة إجت فكرة الإيديت. فكتير إحنا خاصة بالعالم العربي في كتير مصورين بعارضوا موضوع الإيديتينج، يعني موضوع معالجة الصورة وتغيير شيء منها. نحن بالنهاية بنقدم فن، والفن ما له ضوابط يعني، مثل ما بالشعر بنقول بالشعر العربي يحط الشاعر ما لا يحط غيره. أنا برأيي نفس الشيء بالفوتوغرافي يعني، أنا مثلا ماني عم وثق صورة أنقلها مثلا حدث معين بدي أنقله، أنا لا، أنا عم أقدم مادة فنية، لوحة بحق لي أضبطها زي ما أنا بدي. هذا رأيي الشخصي، يمكن كثير يعارضوني بس، ولكن أنا مقتنع قناعة تامة بهذا الموضوع يعني. بالنهاية لذلك بحب أخرج. نعم، تفضلي. كل الفنون بتتطور، والتصوير الفوتوغرافي هو احد هذه الفنون. هلا نيجي لموضوع استاذ باسم، هلا حضرتك مزبوط بتتجول حول العالم وبتصور هالصور الرائعه، ولكن كونك فلسطيني ففلسطين في قلبك، وهناك صار يعني شيء زي ما نقول هو مجحف في حقك، انه صوره صورتها انت لفلسطين تم تداولها وتم استخدامها دون موافقتك ودون اخذ، او يعني الناس ترجع لحقوق الفنان اللي صور هذه الصورة، فحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. والله هذا شيء مؤلم، مؤلم جدا بصراحة، وعمل لي جرح كبير بالتحديد لخصوصية الصورة، لأن هذه الصورة فيها نوع من المعاناة، إني أنا سافرت على فلسطين، وأنت بتعرف شو يعني واحد يدخل ترايبود على داخل المسجد الأقصى، يعني كانت معاناة فيها فضل لبعض الشباب الله يجزيهم خير اللي ساعدوني. دخلنا المسجد الأقصى على صلاة الفجر وصورنا يعني، صورت الصورة وطلعت فيها بإخراج واشتغلت فيها إديتينج معاناة 4-5 أيام لخرجت فيها بصورة مميزة. الصورة عملت صدى كبير سواء يعني بكل المنصات، سواء على السوشيال ميديا أو حتى تعلقت بوزارات الدوائر،
على مستوى فلسطين وخارج فلسطين، ما تسأليني قديش طبعت وعلقت في المنازل، يعني سواء من الناس اللي بعرفها او اللي غير اللي ما بعرفها، اللي بعتت لي انه هي معلقه هاي الصوره ببيوتها. هذا الشيء كان بفرحني وبيسعدني وشرف لي، ولكن اللي زعجني انه يجيني رسائل انه صورتك معلقه على ابنيه داخل المملكه، ابنيه، جسور، اوتوسترادات، عواميد كهرباء بشكل كتير كبير. برضو هذا الشيء اسعدني، ولكن انصدم انه إذا استثنينا موضوع إنه ما أخذوا إذن مني، وخلينا نقول يا ستي هاي لله كانت بين قوسين، بتفاجأ إنه محذوف اسمي عن الصورة، توقيعي اللي أنا حاطه، رغم إني أنا بالفترة اللي كل شخص بعطيها بقول له رجاءً لا استخدام تجاري ولا استخدام علني بشكل كبير دون الرجوع لإلي، وما ينشال اسمي، والحمد لله خالفوا 3 شغلات. نعم. أنا تواصلت مع أكثر من جهة بالأردن، وكانوا جدا متعاونين، جهات حكومية. نعم. وأوصلوني بالأشخاص اللي هن مسؤولين عن هذا الموضوع، اللي اعترفوا بكل بساطة إنه نعم وصلت لنا الصورة عن طريق شخص إجا طبع الصورة عنا وعجبتنا الصورة فصار اللي صار. طب يا أخي، طب في شيء اسمه حقوق ملكية فكرية. نعم. كان طلبي المتواضع جدا انه رساله اعتذار وتوضيح اني انا احفظ فيها حقي، طبعا رفض طلبي. نعم. قبل باستهزاء، وانا مصر على كلمه استهزاء وعدم مبالاه، وانتهى الامر اني انا هلا اتواصلت مع مكتب محاماه بالاردن وححدد، يعني ما عندي اي مشكله، الدكتور محمد سالم السنور حيستلم القضيه، وهو مكتب متخصص بحقوق الملكية الفكرية وبارع بالموضوع وله سوابق كبيرة، وإن شاء الله إن شاء الله راح نضطرين للاستشارة للقضاء، وأنا عندي عشم كبير، وحسب معرفتي وحسب المحامي قال لي وحسب المكتب ما خبرني إنه القضاء الأردني جدا شفاف وعادل بهذا الموضوع، فأنا عندي أمل كبير إني أوصل لشيء، بس ما راح أترك حقي بالآخر طبعا صراحة. معلوم. يعني استاذ شيء مزعج جدا حكيت لك، لانه خصوصيه الصوره بتحتم علي اني اكون، يعني انت اخذت المعاناه، عشت معاناه لحتى صورت هاي الصوره، ما كان سهله، غير انه اضافه ستايلك يعني بالفن بالفوتوغرافي قديش طلعتها حلوه، ولكن انا يعني بتمنى انه يكون دائما في وعي لحقوق الملكيه الفكريه لاي فنان، لصوره رسمها، لصوره صورها، لكتابه، لشعر، لاي فكره، يكون دائما حقوق الملكيه الفكريه محفوظ، او الناس تكون واعيه انه يا عمي في شخص فنان فكر وعمل هذا الشيء بالضبط. لازم ندور عن على اسمه. مزبوط. نعم. اذا احنا معاناه بالعالم العربي بهذا الموضوع للاسف جدا جدا جدا، يمكن انا واحد من مئات المصورين اللي حصلت معهم مواقف اشبه بموقفي، ولكن ما في لا حياة لمن تنادي للإنسان. طيب بس أنا مش رح أوقف صراحة، يعني صح. لا طبعا، لأنه دائما بنقول إنه الحق لازم يكون موجود، والفن والإبداع حتى نشجع استمراره لازم يكون له حقوق، طبعا لهؤلاء الفنانين حقوق ملكية فكرية حتى نساعدهم دائما يضلوا في إبداع مستمر، ونحن نستمتع بهذا الإبداع. ولكن بحب، مدام عم نحكي بهاي الخصوصية، يعني حضرتك قديش إلك مقيم بأوروبا؟ صار لي شي 27 سنة تقريبا. طيب. يعني انت لانك عم تيجي من نمط تفكير بيحترم الملكية الفكرية، فلو هاي الشغلة صارت مثلا بأوروبا بهاي الدول، شو ممكن يكون؟ او ممكن ما تكون صارت اصلا؟ لا صارت، وناس اخذت تعويضات خيالية، واكيد كلكم تعرفوا، انت بمجال الاعلام اكيد ادرى مني، مرت مواقف كتير كبيرة خاصة بألمانيا، يعني تحديدا انا حكيت مكاتب محامين هون، وكنت فكرت اني بقدر ارفع القضيه من خلال محامين المان، ولكن للاسف القضاء الالماني ما بيسمح بهذا الشيء، لانه لازم يكون بالمملكه، يعني اذا الشيء بخص الالمان كان ممكن يتدخل المحامي، ولكن هذا بس لا هون ما شيء اخر، يعني انا حصلت معي مواقف لمجرد نشر صوره على الفيسبوك على صفحه امريكيه، تم مش شراء الصوره، تم دفع مبلغ. ايوه قبيله هذا نوصل. انا كان ما هدفي مادي والله ما كان هدفي مادي. انا كان يكفيني شرف انه صوره تعلق بالمملكه، وهذا يعني شرف كبير لإلي،
ولكن بهذا الشكل لا، مرفوض. على الأقل يكون الاسم مذكور ومأخذ إذن. ولا يمكن، عادة هي صور القدس بتكون هيك غالية على قلب جميع الناس، فيمكن بمحبة بينشروها، ولكن لازم يكون في وعي أن هناك فنان صمم هذه الصورة، رسمها، تعب عليها، يجب مثلا أنه أخذ إذنه، أو على الأقل ذكر الاسم. وهذا يمكن لكل الناس اللي على مواقع التواصل الاجتماعي تتداول هاي الصور. حلو دائما نفكر، طب مين المصور اللي التقط هذه الصور في لحظات وثواني معينة؟ لولا التوقيت الدقيق يمكن ما كانت طلعت بهاي الجمالية. احنا بنشكر وجودك معنا. تفضل. بس توضيع، ما هو لو تم ذكري بالموضوع، ما هذا الشيء بفرحني، ما انا من حقي افرح واحس اني انا عملت شيء وهذا انجاز لإلي. نعم. فحرموني من هالشيء للاسف، يعني نصيبنا ان شاء الله. واحنا انبسطنا كثير انه تعرفنا على حضرتك المصور فوتوغرافي. انا سعيد جدا بالفرصه اللي سمحتوا لي اياها. سعدنا جدا، شكرا. وسعدنا جدا بالتعرف على هذا الفن، وبدعو اللي عم بيحضرونا حتى يتعرفوا على المجال فنك الفوتوغرافي، يروحوا على موقعك على انستغرام وفيسبوك، باسم اليوسف هكذا بتكتبها، واكيد بيلاقوا هناك العديد من الصور الرائعه بحبك لفلسطين وحبك للطبيعه والعالم بشكل عام. شكرا لك، اهلا وسهلا.